بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات لغات، أهلا بكم النهاردة مع ريفيجن جنرال على الداينامكس، وهنشوف أول إكزامبل. بيقول لي a particle move in a straight line start from rest. واحنا اتفقنا طبعا واحنا بنقرا دايما السؤال في نقط بنقف عندها. بيقول لي start in a straight line from rest، يعني ال v node بزيرو، and at a distance 8 meter from a constant point، يعني ال x node بزيرو ب 8. يبقى انا عندي هنا ال v node بزيرو عشان بدا from rest، وال distance ب s. if a اللي هي ال acceleration عبارة عن 6 t minus 4. الـ acceleration هنا function في الـ time where a is measured in meter per second square. Find the relation between the velocity and the time and between the displacement and the time. يبقى أنا عاوز الـ relation between the velocity والtime وأيضا between الـ a displacement والtime. يبقى أنا عاوز v function في t. طب لما يكون عندي الـ A وعاوز الـ V يبقى بعمل integration. يبقى إذا هنا بقول إن الـ V نود لما بتبقى 0 والـ S equal 8 والـ A هي الـ dV على dt. إذا الـ V integration الـ A dt. إذا الـ V integration 6t minus 4. integration 6t هتبقى 3t square. minus 4t plus c. احنا قلنا ال v node بزيرو لما t بزيرو، اذا ال c بزيرو. اذا ال relation between v و t، يعني ال v function في time عباره عن 3t square minus 4t. دي اول حاجه هو طالبها. وبعدين عاوز ايه؟ عاوز ال s. ملحوظه هنا انا ممكن استخدم ال definite integration، ويعني عشان الغي خطوه الايه؟ ال constant. بالنسبة للحالة الأولى أقدر أقول integration. أنا عندي من إيه؟ integration ال V من V من 0 ل V، وانتجريشن ال T من T من 0 ل T. الحالة الثانية integration ال S هتبقى integration ال S من 0 ل من 8 ل S، وال T برضه من إيه؟ من 0 ل T. Another example. يبقى احنا اتكلمنا في الاكزامبل الاول على الانتجريشن اوف فيكتور فانكشن الجزء الاولاني. هنا بتكلم عن المومنتم. بيقول لي ذا مومنتم اوف ا بادي اوف ماس 700 جرام موفينج ان ا ستريت لاين ويز فيلوسيتي اوف ماجنيتيود 15 متر بير سكند اند ويز يونيفورم اكسلريشن 2.5 متر بير سكند سكوير in the same direction of its initial velocity after 12 seconds from the beginning of the motion. يبقى هو هنا بيتكلمني عاوز المومنتم. عاوز المومنتم. طيب يبقى المومنتم مطلوب ان انا اجيب ايه؟ اجيب الفيلوستي في اللحظه دي. طيب نشوف الفيلوستي. قال لي هنا الماس طبعا عندك 700 جرام، طبعا هتبقى 0.7 كيلو جرام. الفي نود 15 متر بير سكند والاكسلريشن 2.5 متر بير سكند سكوير. هنستخدم قوانين الموشن ال v equal v نوت بلس اي تي. يبقى ال v equal 15 بلس 2.5 multiply 12 equal 45 متر بير سكند. دي الفيلوستي اللي انا هجيب عندها المومنتم اوف ذا بادي.
المومنتم ايكوال ام في. يبقى اذا الاتش ايكوال الماس 0.7 ملتبلاي 45 يبقى 31.5 كيلو جرام متر بالسكند. الانسر هتبقى لتر سي. هنا بيقول لي an engine of mass 30 ton and force 51 ton weight pulls a number of trains cars each of mass 10 ton ascending a slope at an angle 30 to the horizontal with uniform velocity. If the resistance of the flow of the motion of the engine and the car is equal 10 kilogram weight per each 10 of the mass, then the number of cars equal 10. هنا السؤال بيتكلم عن انجن الماس بتاعتها 30 طن والفورس اوف ذا انجن 51 طن ويت. الانجن دي بول ذا نمبر اوف كارز ما اعرفش عددهم بس الماس بتاع كل واحده 10 طن والترين ده اسند اسلوب انكلايند باي انجل 32000. طيب الموشن هنا ويز يونيفورم فيلوسيتي يبقى حسب نيوتن فيرست لو ومديني ريزيستنت اوف ذا ماس ريزيستنت 10 كيلو جرام لكل طن اوف ذا ماس طبعا الماس بتاع الانجن والايه والكارز وهو عاوز نمبر اوف كارز. ادي الترين ونمبر اوف كارز بولينج اول حاجه اشوف الموشن يونيفورم موشن يبقى الاف ايكوال دبليو ساين ثيتا بلس الار. الاف ايكوال دبليو ساين ثيتا بلس الار ليه ذا نمبر اوف كارز ايكوال اكس. انا عارفش النمبر اوف كارز فبفرضهم ايه اكس يبقى الدبليو ويت ايكوال 30 اللي هو 30 بتاع الانجن بلس 10 اكس ملتبلاي 1000 عشان نحولها لايه؟ من طن لكيلو جرام. الريزيستنت 10 كيلو جرام ويت لكل طن انا عندي 30 بلس 10 اكس 10 يبقى 30 بلس 10 اكس ملتبلاي 10. نيجي نكتب الايكويشن اوف ذا موشن الاف بلس الاف ايكوال دبليو ساين ثيتا بلس الار او ان دبليو ساين ثيتا بلس الار يبقى الدبليو احنا لسه حاسبينها 30 بلس 10 اكس 3000 في ساين ثيتا اللي هو هاف عشان الانجل 30 بلس الار اللي هي 30 بلس 10 اكس ملتبلاي 10. طيب الفورس كانت 51 طن ويت يبقى 51 ملتبلاي 1000 بالكيلوجرام ويت سبتها وبكده اقدر اعمل سمبليفاينج للايكويشن اللي عندي. هاف ملتبلاي 1000 يبقى 500 في 30 بلس 10 اكس بلس 10 ملتبلاي 30 بلس 10 اكس ايكوال 51000. انا سبت دوت ما عملتش فك البراكت اعتبرت دول لايك تيرمز يبقى 500 بلس 10 يبقى 510 من 30 بلس 10 اكس ايكوال 51000 قاسم على 510 يبقى 30 بلس 10 اكس ايكوال 100 اذا 10 اكس ايكوال 70 يبقى الاكس ايكوال 7 يبقى نمبر اوف كارز ايه هيكون 7 كارز. الاكزامبل اللي بعد كده A force of magnitude 20 نيوتن and its direction making an acute angle of sine 3 over 5 to the vertical downwards act on a body of mass 2 kilogram placed on a smooth horizontal table. Then the acceleration of the body generated equal cam meter per second.
of mass 20 and force acted on mass 2 kilogram يبقى mg and force acting downwards with angle theta to the horizontal هنعمل لها resolution هيبقى 20 sin theta و 20 cosine theta. طيب لما قسمنا الفورس equation of the motion البادي ستارت موشن يبقى 20 sin theta equal ma لان ده سموث بلين يبقى f sin theta 20 multiply 0 over 5 equal 2a يبقى 2a equal 12 يبقى الـa 6 meter per second square دي كانت الاكسلريشن وهو اللي عاوزه. A force F equals 3T plus 1 measured in Newton acts upon a body at rest. يبقى أنا عندي body at rest والـ F function في الـ time. The mass of the body 4 kilogram start its motion at the origin point يعني الـ x not بزيرو on a straight line then the magnitude of the velocity v 20 equal to يبقى انا عاوز الـ velocity لما الـ t equal to. طب انا عندي الـ f function في الـ time احنا اتكلمنا قلنا لما الـ f تبقى function في الـ time ده معناه ان الاكسلريشن بتبقى على شكل دي في اوفر دي تي. يبقى الام في الدي في من 0 لفي ايكوال انتجريشن اف دي تي اللي هو المومنتم الام في change of momentum equal force. الماس ب 4 يبقى 4 في integration من 0 ل 2 3 تي بلس 1. يبقى اذا هنا 4 في equal integration من 0 ل 2 3 تي بلس 1 ممكن اعملها على الكالكوليتر ب 8 يبقى ال في equal 2 الاجابه هتبقى لتر بي. طب هنا احنا خدنا لما تبقى الفانكشن الفورس فانكشن في التي قدرنا نجيب الفلوستي. طب لو الفورس هنا فانكشن في التي برضه افورس اف ايكوال 3 تي بلس 1 ميجرد ان نيوتن اكت ابون ا بادي ات ريست ات ريست يعني في نوت بزيرو اوف ماس 4 كيلوغرام ستارت موشن ات ذا اورجن بوينت اكس نوت بزيرو اون ا ستريت لاين سوتش ذات ذا ماجنيتيود اوف ذا ديستانت عاوز الاس لما تي ايكوال تو. المره دي عاوز الاس ديستانت برضو الديستانت انتجريشن الفي دي تي. طيب انا عندي برضو المومنتم تشينج اوف مومنتم ايكوال الاف دي تي يبقى اذا ام في الدي في ايكوال انتجريشن اف دي تي. الام 4 يبقى 4 انتجريشن الدي في في ايكوال انتجريشن 3 تي بلس 1 يبقى 4 في ايكوال 3 على 2 t سكوير بلس t بلس c. قال لي البادي ستارت فروم ريست يبقى في نوت بزيرو لما t بزيرو ايكوال لما احط ال v بزيرو وال t بزيرو هتبقى c بزيرو يبقى ال v اصبحت 3 على 8 t سكوير بلس كوارتر t. طيب انا عاوز ال s مش ال v. ال s ايكوال انتجريشن v دي t يبقى ال s ايكوال انتجريشن 3 على 8 t سكوير بلس كوارتر t دي t يبقى الاس ايكوال 1 على 8 تي كيوب ازود باور واعمل ديفايد بلس 1 على 8 تي سكوير بلس سي. قال لي برضو البادي ستارت فروم ذا اورجن بوينت يبقى اس ايكوال 0 لما تي ب 0 يبقى سي ب 0. اذا الاس ايكوال 1 على 8 تي كيوب بلس 1 على 8 تي سكوير وعاوز الاس افتر 2 سكند يبقى اس 2 ايكوال 1 على 8 ملتبلاي 2 باور 3 تبقى 1
بعدين وانا عيد ملتبلاي 2 بار 2 يعني هاف يبقى 1.5 الاجابه هتبقى لتر اي. هنا برضو a force F act on a body of mass 1 kilogram at rest يعني V not بزيرو moving in a straight line start from the origin point يعني ال X not بزيرو on a straight line and F equal 5X plus 6. هنا ال force function في ال X يبقى شفنا لما ال F function في ال A في ال T عملنا ايه؟ وهنا ال F function في ال X where x is the distance between the body and the origin point O والA والS دي ال x measured in meter and F in Newton then the velocity of the body وما x equal 4 كام؟ نعوز ال velocity لما ال x equal 4. ازاي احصل على ال velocity من ال F لما يكون function في الA في الـ. هنا ال acceleration طبعا هتبقى v dv على dx يبقى عملنا separation يبقى m integration v dv equal integration f dx. يبقى انا لما تبقى ال force function في التايم بخلي ال a dv على dt لما ال f تبقى function في x بخلي ال a v dv على dx. طبعا انا في الانتجريشن بعمل separation للفاريبلز يبقى integration v dv الماس ب 1 والفي دي في بهاف في سكوير ايكوال انتجريشن فانكشن الاف كانت 5x بلس 6 دي اكس. اذا هنا هاف ام في سكوير 5 على 2x سكوير بلس 6x بلس 6. البادي ستارت فروم ريست يبقى في نوت بزيرو لما الاكس بزيرو. اذا هنا السي هيطلع بزيرو. اذا الفي سكوير لما هعمل بقى نفس الفانكشن مفيش سي اعمل ملتبلاي 2 يبقى بي سكوير ايكوال 5x سكوير بلس 12x. البي سكوير لما الاكس 4 يبقى 5 ملتبلاي 16 بلس 12 ملتبلاي 4 هتطلع 128. طب يبقى البي سكوير 128 يبقى البي ايكوال سكوير روت 128 بوست اوف نيجاتيف 8 روت 2. عند الإجابة هتبقى لتر سي. الإكزامبل اللي بعد كده بيقول لي a force F act on a body of mass 2 kilogram moving in a straight line with velocity 1 meter per second. It start from the origin point. يبقى هنا في V نوت ب 1 meter per second. From the origin point يبقى الإكس نوت ب 0 on the straight line and f equal to v يبقى ال f هنا function في ال v. يبقى احنا شفنا حالات مختلفة لل f function في ال x وال f function في ال t وهنا ال f function فين؟ في ال v where v is the velocity of the body then the velocity of the body became F became V equal E bar 2. هنا بيقول لي ال V equal E bar 2 لما T بكام؟ يبقى أنا عاوز هنا ال V تبقى E بار 2 لما التايم يوصل كام؟ طيب الفورس فانكشن في الفي يبقى هحط هنا برضو ال A دي في على الدي تي وبالتالي انتجريشن الدي تي ايكوال ام انتجريشن دي في اوفر في دو اوفر اف.
يبقى integration dt of t equal to integration 1 على 2 v dv. طبعا هنا اعمل simplify 2 مع 2 يبقى t equal integration dv على ال v بلين v plus c. ال v not 1 لما t ب 0 يبقى 0 plus 0 طبعا لين 1 ب 0 يبقى c ب 0. اذا ال v equal e square. طب ال v وصلت ل e square لما t بكام؟ هنقول t equal لين e square اللي هو لين v يبقى t ب 2 second الاجابه هتبقى لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي A car of mass 2.17 moves in a straight and horizontal plane with maximum velocity 100 km per hour and when it reached a road whose inclination to the horizontal at angle sine 1 over 20 it begins to move down the road with the same velocity اللي هي الماكسيمم فيلوستي. If the resistance of the two roads is the same then the power of the engine in horse equal كام؟ هنا بيسألني على الباور. in horse معروف طبعا الباور اف في الفي. بالتالي هنا انا عندي الموشن على تو بلينز على الانكلايند بلين البادي ماشي او الكار ماشيه بماكسيمم فيلوستي يبقى ار ايكوال ام جي ساين ثيتا او دبليو ساين ثيتا يبقى الار ايكوال 2.7 ملتبلاي 1000 ملتبلاي 9.8 في ساين ثيتا 1 over 20 equal 135. On the horizontal plane ال F equal R عشان ماشيه برضه بماكسيمم يبقى الباور equal A ال F في ال V الماكسيمم فيلوستي 135 multiply 250 over 9 multiply 1 over 75 يبقى الباور انجن ايكوال كام؟ 50 هورس. طيب بيقول لي if a body moves in a straight line according to the equation x equal t square minus 4t plus 3. هنا عندي الاكس function في التي. Then the body change its direction. معروف طبعا ان البادي change its direction لما ال v equal 0. يبقى تاني البادي change its direction لما ال velocity بتبقى equal 0. طيب هنعمل ايه عشان نوصل للكلام ده؟ نفس الكلام بيقول لي ال body change its direction لما ال v equal 0. ال v انا مديني الريليشن اكس يبقى ال v بتساوي دي اكس على دي تي. يبقى 2t minus 4 امتى ال v ب 0؟ لما 2t minus 4 equal 0 يعني لما t equal 2. يبقى البادي will change its direction لما يوصل الفلوستي بكام؟ لما الفلوستي بزيرو يعني لما يوصل بعد 2 سكند لو او لما تي ايكوالز كام؟ ايكوالز 2.
السؤال اللي بعد كده A small syringe of mass 0.5 kilogram slides on a rough vertical cylindrical board. If its velocity 4.9 meter per second after this t after it cover a distance 5.6 meter from the starting motion. Using the principle of work and energy, the work done by the resistance equal can show. أنا عاوز الورك done by the resistance. قال لي هنا البادي ماشي ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. طبعا الام اي لما اعمل ملتبلاي الفورس بيديني الورك، والورك بيساوي التشينج اوف كاينيتيك انرجي. يبقى ام جي ماينس ار في الاس ده الورك done by the force. Equal change of kinetic energy half mv square minus half mv naught square. يبقى mgs minus rs equal half mv square. طبعا انا عاوز ال rs ده الورك done by the resistance. يبقى half multiply 9.8 multiply 5.6 minus الورك done by the resistance equal half في 0.5 في 4.5 square. وبالتالي الورك هيطلع 21.4375 جول. الانسر اللي هي لتر سي. كده حسبنا الورك دم باي ذا ريزيستنت. وبيقول لي هنا A particle move in a straight line where its position vector x in meter is given as a function of time t the second by the relation x equal cosine t in direction c where c is a unit vector in the direction of the motion of the body. Then the body passes through the origin point for the first time after time not at second. السؤال بسيط بيقول لي البادي will move او pass through the origin point for the first time. البادي هيمشي على ال origin point for the first time لأول مرة لما ال t equal 0 أو ال x لما ال x equal 0. لأن احنا قلنا البادي هيبقى start from the origin point لما ال x ب 0 يبقى أنا هحط x ب 0. يعني كوزاين تي ب 0 يعني كوزاين تي ب 0 يعني كوزاين 90 ب 0 يبقى التي ايكوال باي على 2 لما ميجر الانجل بكام؟ ب 90 ديجري. هتبقى الاجابه لتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ A bullet is fired in a target of thickness 9 سنتيمتر and leaves of the other side with half of its velocity of entrance. يعني pass the target اللي هو thickness بتاعه 9 سنتيمتر with velocity half the initial velocity. What is the least thickness of a target of the same kind for the same bullet pass the target with its velocity. يعني مش عاوزين تبقى الفلوستي هاف الفلوستي، تبقى ايكوال ذا سيم فلوستي. اذا انا هشتغل هنا ب برنسبل اوف كاينيتيك اند انرجي. اللي تشينج اوف كاينيتيك انرجي ايكوال الورك يبقى هاف ام في سكوير ماينس هاف ام في نوت سكوير ايكوال الورك. والورك هنا ار اس طبعا. يبقى هاف ام
في سكوير ماينس في نيدو سكوير خدنا هاف ام كومن فاكتور ايكوال نيجاتيف ار اس. طبعا ورك دان باي ذا ريزيستنت بالنيجاتيف. هو قال لي الفلوسيتي اوف موفينج اوت ايكوال هاف ذا فلوسيتي اوف انترنس، يبقى في فاينل ايكوال هاف في نوت، يبقى هاف ام في اوفر 2 سكوير ماينس في سكوير ايكوال نيجاتيف 9 ار. ده التارجت الاولاني، يبقى هاف ام طبعا 1 اوفر 4 في سكوير ماينس 1 في سكوير يبقى نيجاتيف 3 اوفر 4 في سكوير ايكوال نيجاتيف 9 ار. هنكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف، وبعدين طبعا ده 3 اوفر 8 ملتبلاي 9 تبقى 3 اوفر 8 ام في سكوير ايكوال 9 ار. طيب في الحاله الثانيه هاف ام 0 ماينس في سكوير ايكوال نيجاتيف ار اس، يبقى هاف ام في سكوير ايكوال ار اس. لما بعمل ديفايد 1 و 2 يبقى 3 اوفر 4 ايكوال 9 اوفر اس، يبقى لسه ايكوال 12. ده الانسر ليتر دي. كده سنه ثالثه احنا وصلنا بهذا الاكزامبل لنهايه السيشن بتاعنا. طبعا في نهايه السيشن انا بشكر باسمكم فريق العمل في الاداره العامه للتعليم الالكتروني في الوزاره، بشكر ليكم حسن استماعكم الى ان القاكم، تحياتي لكم.